حكم الجمع في الصلاة في بلد الشخص نفسه إذا دعت ضرورة إلى ذلك، كأن تكون هناك عملية جراحية تجرى أو غير ذلك من الضرورات كاختبار تطول مدته، فلا بأس آنذاك. قول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك.